حبيبي كل من التحق في المتابعة على موجات ذات ديوان فيم، مازلنا موصينا معكم ساعتنا الثانية، بقيت فقراتنا مواضيعنا أخبارنا لليوم. نذكر أنه موضوعنا لليوم باش نحكيه على لومبوتياج آخر الساعة هذية، الساعة الثانية كالعادة تجمو تتصلوا بينا وتدخلوا معنا في المباشر وتقدموا أصواتكم تفاعلاتكم فيما يتعلق بموضوع اللومبوتياج، وشنو عندك تحكي في الموضوع هذا، علاقة التونسي بالسياقة وبالكياسة، لأنه التونسي اليوم يحترم قواعد السياقة والسلامة المرورية. يكفي أنك تتصل على رقمنا 31 328 330، نعاود 31 328 330، تستقبل تليفوناتكم. زميلتنا أميمة بن عياد تدخلوا معنا في المباشر كما العادة، ديوان فهم صوتكم مباشرة. نمشي للفقرة الموالية، إيكوماك. إيكوماك نحكيو على حرفيو الفضة اللي خلينا نقوله فزع كبير بسبب فقدان المواد الأولية، دونك التشكيات وغيره. باش نفهموا أكثر الموضوع هذايا وشنو عفوا أبرز الحلول اللي لازم تطرح فيما يتعلق بالقطاع المهم هذايا، حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف ليلى المسليتي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. مدام ليلى، أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا، شكرا مدام هيفا، وشكرا لموزايك لي حرصوحني ديوان فيم، وكذلك مرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوان فيم. عايشك. شكرا لزميلتنا هيفا بن يوسف في الأعداد، هي اللي اتصلت بيك وتواصلت معك باش تكون حاضرة معنا في المباشر. معك ابتسام في اللونتين. مدام ليلى مرحبا بيك على إذاعة ديوان فيم، مرحبا بيك معنا. دونك مدام ليلى المسليتي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، الحقيقة صيحة فزع بالنسبة لي حرفي الفضة، حتى سمعناها عن طريق الغرفة الوطنية للحرفيين هذوما اللي تحاول توصلهم أصواتهم تفاعلاتهم وأبرز المشاكل اللي يعني، ومنها ومن ضمن المشاكل هذية هي فقدان المواد الأولية اللي كانت تأمنها شركة منتوجات الصناعات التقليدية واللي أغلقت منذ سنة 2007. المواد الأولية اللي هي جزء لا يتجزأ من الخدمة متاحهم واللي تخليهم اليوم يعانيوا برشا مشاكل وبرشا إشكاليات. ماذا يقول الديوان الوطني للصناعات التقليدية في متعلق الموضوع هذايا؟ هو تعرف صحيح ملي تم غلق شركة سوكوبا، معناها اللي كانت تزود في الحرفيين، نعرفوا اللي الدولة خذت قرار كونية معناها تخلي الحرفيين يخدموا في مجال اقتصادي مفتوح، والدولة معناها ما عادش هي ولات تقوم بعمليات الترويج أو التزويد. صحيح كوني المواد الأولية، فما عدة مواد أولية في الحقيقة، ماهيش الفضة فقط اللي تونس ماهيش مصنع عليها، معناها كيما حتى المادة الأولية في بعض الحالات نتاع التين نتاع الذهب زادة كيف الفضة، عديد المواد الأخرى. الفضة صحيح في السنوات الأخيرة زادة كيف شهدت ارتفاع على مستوى الأسواق العالمية وغلاء كبير اللي صعب على الحرفيين في الحقيقة التوريد نتاعها. هو توريد راهو مو مفتوح، هو يخضع إلى رخص التوريد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لكن الحرفيين ينجموا يتزودوا بالمادة الأولية عن طريق التوريد بالمادة هذه باش يواصلوا النشاط نتاعهم. صحيح حتى لو كان تم ارتفاع على مستوى الأسواق العالمية في قيمة المادة الأولية هذه، وتقعد هي قيمة مميزة، تعرف اللي هذه قيمة معناها فضة ومعناها مواد ما تموتش، معناها ديما يتم الرسك لمتاحها وتقعد ديما عندها قيمة مضافة عالية، واللي ديما معناها تقعد تعيش، معناها ما نجم حتى المواطن كي يقتني فضة غدوة ينجم يثوبها ويعاود يصنع منتوج آخر منها، وعندها قيمة مهمة بالنسبة للمواطن، لكن بالنسبة للحرفيين عن عديد الحرفيين اللي هي تخدم في المادة الأولية هذه. لكن ما هوش ممنوع التوريد نتاعها، معناها نحن تم التنسيق مع المهنة ومع الغرفة الوطنية لصانعي الفضة باللي ترجع بالنظر إلى الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، واقترحنا عليهم أنهم هو يتجمعوا إذا كان تصعب على حرفي وحده. فما بعض المؤسسات راهو اللي هي تخدم في قطاع الفضة ولا في قطاع استخدام الذهب نجم قاعدة تزود معناها وتاخذ في رخص توريد من مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ولكن بكميات غير كافلة باش تلبي الحاجيات نتاعهم. مدام ليلى المسليت، يعطيك الصحة. الحل اللي نحن لقيناه هذه معناها حاجه لقينا عديد الدول اللي تخدم بها هذه، هو التجمعات، ان هم يتجمعوا مع بعضهم في صيغه مؤسسه او في صيغه مجمعات ينجموا
حرفيين يكونوا مؤسسات معناها منها حرفيين ومنها مؤسسات دو كوميرس انترناسيونال معناها تجارية دولية تنجم تزود السوق المحلي وتجيب الطلبات اللي تكفي السوق المحلية تاخذ رخص توريد وتجيب الكميات اللي لازم تعرف اللي المادة الأولية هذه عندها امتيازات جبائية على مستوى الديوانة 0% أداء ديواني كذلك 0% أداء على الاستهلاك فقط 7% على مستوى البيع في المحلي كأداء على القيمة المضافة يعني ثم امتيازات كبيرة للحرفيين في المجال هذا بقينا ينجموا يعملوا تعاضديات ينجموا ينخرطوا مع تعاضديات مثلا متاع الذهب اللي ثم 3 تعاضديات في تونس من 4 زوز في تونس واحدة في تونس واحدة في ساقس اللي هي تتزود في السوق عن طريق البنك المركزي لمادة الذهب ويمكنها كذلك تورد المادة الأولية من الفضة وتنجم تزود الحرفيين إذا كانوا خرطوا في المجمع في المنظمات هذه أو إنها تعمل هي مجمعات خاصة بها أو هياكل أو مؤسسات تجارية تنجم تورد المادة الأولية هذه بالنسبة للحرفيين في قطاع الفضة وتناقشتوا معهم وتحاورتوا معهم فيما يتعلق بالنقطة هذه والحلول اللي كنت تحكي لي فيهم توا مدام ليلى المسليتي شنو كان تفاعلاتهم مع الموضوع هذا صارت عديد الجلسات ومستعدين باش نزيدوا نأطرهم أكثر في أنهم يكونوا لها شركات هذية أو المجمعات هذية أو تعاضديات كذلك يمكن صعبت عليهم شوية في الوقت الحالي لكن الديوان مدد يده معناها باش يعاونهم باش ينجموا يتزودوا بالمدى الأولي هذية ويقدموا رخص توريد نتاعهم وينجموا يقتنيوا المدى الأولي على في الأسواق العالمية واضح شكرا لك مدام ليلى المسليتي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات قدمت الحلول من وجهة النظر الديوان الوطني للصناعات التقليدية فكرة تكوين تجمعات وتعاضديات بالنسبة لحرفي الفضة ليجد خلينا نقول الحلول المتعلقة بالمواد الأولية الأساسية اليوم فيما يتعلق بصناعة الفضة وغيره وإمكانية توريدها وتقريبا هذه كانت وجهة النظر متاعهم تقول لك صارت لقاءات وغيره مع الناس المعنيين وتم طرح الإشكاليات ربما يلقاوا عدد من الصعوبات في البداية والكل ولكن احنا باش نكونوا معاهم لإيجاد الحلول اللي ترضي جميع الأطراف احنا نخرج فاصل نسمع شوية موسيقى مزيانة وبعد نرجع ونستقبلوا تليفوناتكم هوني في المباشر ونسمع شنو حكايتكم مع الامبوتياج علاقة التونسي بالسياقة والكياس في فاس فاس بعد الموسيقى ديوان FM مع بعضنا السي